السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا جدا، اللي هو حيادية الإنترنت أو إنترنت نيوتراليتي. إيه الموضوع حيادية الإنترنت دوت؟ ده إن مبدأ إن كل مزودي الإنترنت والحكومات يجب إن يتعامل كل المستخدمين على حد سواء، ما تديش حد فيهم قوة أو سرعة أكثر من التاني، تمام؟ ده قانون من اول ما عملوا الانترنت. ده واحد عمله اسمه تيم واو عام 2003 في جامعه كولومبيا. قال لك قلنا ما ينفعش ان احنا نميز حد عن حد، فلازم يبقى السرعه هنا قد هنا قد هنا قد هنا، ايا كان اللي بيستخدم الانترنت ده موجود فين وازاي وكده. دلوقتي القانون ده ما حدش كان مختلف عليه، خلاص هي خلاص ده افضل طريقه وده العادي. وطبعا القانون دوت اغلب السيرفرات موجوده في امريكا، تمام؟ يعني انا عملت كذا موقع وكلهم تقريبا موجودين في السيرفرات في امريكا. اللي حصل كالاتي، جه ترامب وقال لك لا، احنا هنلغي الموضوع دوت، احنا هنخلي نقدر نتحكم وتقدر تدفع انت فلوس فتاخد سرعه اكبر، او تدفع فلوس وتخلي الشركة التانية تاخد سرعة أقل. يعني مثلا يكون في منافسة مثلا بين شركة إكس وشركة واي، تمام؟ اليوتيوب مثلا مع أي شركة تانية منافسة، فالشركة المنافسة تروح تدفع فلوس وتاخد هي سرعة أكبر من اليوتيوب. ده هيعمل مشاكل كبيرة جدا، تمام؟ يعني وأول حد يفكر في إن هو يرخي مع الناس ويعمل حاجة زي كده ويخليها. طبعا القرار ده هيشمل كل السيرفرات الموجودة في أمريكا، فهيشمل جزء كبير جدا من الانترنت في امريكا. لو اتاثر بيأثر على العالم كله. ف يعني ما شاء الله ترامب والفريق العمل اللي معاه ربنا يريحنا منهم بسرعه ويجيبوا حد تاني. خدوا القرار دوت ان تقدر تستثمر، تقدر تدفع فلوس، تقدر تتحكم فيه. طبعا ده هيأثر كتير جدا. ممكن شركة نفسها ليك تعمل حاجة زي كده. ممكن الشركات اللي موجودة كلها في أمريكا تبقى سرعتها أكبر بكتير من الشركات اللي موجودة بره أمريكا، يبقى في تميز، يبقى في حد أقوى من حد. ممكن مثلا القناة مثلا اسمها إكس بتذيع المحتوى بتاعها على الإنترنت، تدفع فلوس أكتر وبسرعات أكتر من الشركات التانية، وده هيأثر طبعا على شركات كتير جدا. في شركات كتير هتطلع، شركات كتير هتنزل، شركات هتدمر. احنا كمستخدمين ممكن نلاقي الانترنت هو بطيء جدا معانا، لان انت في دول العالم الثالث ما بتستفادش منك، فاحنا عايزين نركز على الناس اللي هي معاها فيزا وبتشتري بالدولار، ف يأثر الموضوع ده كتير جدا. ف لسه هنشوف قرار، هو خلاص يعني ترامب وافق عليه، بس ممكن المحاكم ما توافقش وتعترض عليه وحاجه زي كده. فالله المستعان. مش عارف بقى انتوا رايكم ايه في القصه ديت، ويعني نفسنا تيجي يعني يجي اخبار حلوه ان شاء الله.